انا هقول حاجتين تعليقا، مش على المسار، على الفكره. وانا هقول لكم على الكلام ده من باب التجربه، وانا يمكن قلت او نويت عنها بشكل او باخر. في فرق بين الفكره وتنفيذها، عشان بس تبقى الامور واضحه. الدكتور زيولي الله يرحمه جالي في 2014 وقال انا عايز اعمل جامعه زويل. فقلت له طب ايه المطلوب مني؟ قال لي ولا حاجه، انا بس عايز الهيئه الهندسيه هي اللي يا دكتور تنفذ. قلت له يا دكتور زويل، هل تضمن تبرعات اقامه الجامعه دي؟ قال طبعا. وكان ساعتها المبلغ اللي موجود معاه تقريبا حوالي 500 مليون جنيه، والبرنامج بتاع الجامعه ضخم يعني. انت عارف الكلام ده يا خالد. فقلت له يا دكتور زويل، انت هتعتمد في الفكره على يعني تبرعات الناس، يعني اي مكان مين الناس اللي وعدوك؟ عشان كده بقول خلي بالكم من الفكره، مش كل فكره ممكن تنجح الا اذا كنت انت هتعمل حاجتين، تبقى فاهم كويس قوي انت بتعمل ايه وتصر على انك تنجحها، ما تسيبهاش. وبعدين لا قدر الله حصل اللي حصل وخلاص، يبقى الهيئه الهندسيه تعمل ايه يا دكتور؟ تكمل المشروع عشان ما يصحش عيب. إيه؟